ومعانا أول سؤال السيدة مرامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذة مرامي اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. ربنا يبارك في صحتك وعمرك آمين وأهل بيتك يا رب. يا رب العالمين يا رب. أنا متصلة بحضرتك علشان خاطر أنا عندي بنت متزوجة من واحد ربنا يهديه، هو تعبها جدا 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 جدا، يعني لأقصى درجة ممكنة، وأنا تعبت. يعني هي يتيمة وأنا متزوجة غير أبوها الله يرحمه، وبعدين هي لما تزوجت كانت صغيرة شوية، كل العيلة أصرت إنها تتجوز عشان جميلة وحلوة وطويلة وعريضة مدية شكلها أكبر من سنها. المهم تزوجت من ده، هو تعبها خالص، ولا مصاريف ولا أدب ولا أخلاق ولا صلاة ولا أي حاجة. حاولت كتير جدا إن أنا أطلقها معرفتش، لحد ما بقى عندها بنت وولد. ومن كتر ما حضرتك بتقول نروح الإرشاد الزوجي أنا خدتها ورحت، طبعا قابلنا شيخ ربنا يبارك له، فقال لنا لا مش هينفع نخش من غير الزوج. هو طبعا عمره اصلا ما هيفكر جوزها ده انه يعمل اي حاجه في حياته غير انه يجمع فلوسه بس، عنده فلوس كتير وعنده حاجات كتير قوي، ولا بيصلي ولا بيعمل اي حاجه كويسه في نظري انا. هي متحمله فوق طاقتها، انا الصراحه لو انا مش هتحمل الكلام ده، وقلت وزدت وعدت، وما عندناش بقى حد بيقف لحد، يعني ان هي تيجي البيت ونعمل قعدات وكلام، الكلام ده خلاص خلص وعدى ومحدش بيعمل حاجه، وانا تعبت بصراحه. فلما رحنا للشيخ قال لي ايه، طيب عشان ما تزعليش انا هوصلك بالناس واسالهم ينفع تخشي من غير الزوج ولا لا. فانا طبعا ما نفعش، فقلت له خلاص يا شيخ ربنا يبارك لك ادعي لها. وهي كانت طبعا معايا وقالت لي انا مش عارفه يا ماما انا جايه ليه، قلت لها جايين عشان الدكتور عمرو قال 1 2 3 وانا بحاول ان احل المشكله. طبعا الحمد لله ما اتحلتش. طب سؤالك فين يا ام رام؟ انا ما عنديش سؤال، انا عايزه حضرتك تنصحني، انا خلاص تعبت، بنتي تعبانه جدا، بنتي بتموت قدام عيني. هقول لحضرتك تعمل ايه. سنها دلوقتي كام سنه؟ 24 سنه. اولادها اكبر ولد عنده كام سنه؟ 5 سنين وسنة ونص. هي رفض الطلاق على فكره، رفض الطلاق خالص ايه سبب رفضها خالص. للطلاق؟ ايه سبب رفضها للطلاق؟ هي بتقول انا مش هربي العيال بعيد عن ابوهم، وابوهم طب فرق مش السن هيبقوا بينهم هما بيت ابوهم. فرق السن بينهم كام؟ 9 سنين. 9 سنين بينها وبين جوزها. انا طيب بس عايزه حضرتك تدعي لها حاضر ان هي فعلا رافضه الطلاق، وانا نفسيتي زي الزفت. انا عايشه كويس جدا الحمد لله، وبديها فلوس وبديها حاجات طبعا من وراه تقدر توقفها على رجليها. طيب بس هي رافضه الطلاق، وحتى زوجي قال لي اخر مره اتكلمنا وكنت تعبانه جدا، وقلت له انا مش عايزه العيال دي تضرب في الوسط، دخل الشتيمه وقله ادب وحاجات كده، حاجات فظيعه يرفضها كل الناس، اي ديانه ترفض اللي هو بيعمله ده، وخيانه طيب. كمان. بس هو حاليا يعني تقريبا كده شبع وقرف من اللي هو بيعمله، فالله اعلم يعني طيب كف عن اللي هو بيعمله ده. بس انا يا شيخ انا اللي تعبانه، وهي بتموت قدام عيني بعد ما كانت في منتهى الجمال. طيب خلينا اجاوبك يا ام رامي، انا سمعتك كويس جدا جدا جدا. ام رامي الحقيقه اللي قال لحضرتك ان ما ينفعش نحل المشكله الا بالطرفين ده كلام واقعي، وكلام واقعي ليه؟ لان في الحقيقه المشكله زي ما حضرتك بتصوريها الجانب الاكبر فيها في جانب زوج بنتك، فمش هينفع نتكلم وهو مش موجود، لان اي محاوله هتقوم بيها بنتك اذا كان على الوصف اللي انت بتقوليها هتبوء بالفشل. بس انا عايز اقول لحضرتك في جمله من الحلول، احنا عندنا قانون شويه في الارشاد الزواجي ان مفيش راجل او ست الا وليهم مفتاح، علمه من علمه وجاهله من جاهله. اكيد زوج بنتك ليه مفتاح، والدليل على ذلك ان هو دلوقتي انت بتقولي كانه قرف فساب كل اللي معرفش ايه ده، فهو ليه مفتاح. قد يكون المفتاح بتاعه ان هو اللي بيعمله دوت هو طايح واخد الدنيا في صدره لانه حاسس ان هو مش منتمي لحاجه، فقد يكون الحل ان بنتك تحسسه بالانتماء الى الاسره، وان اولاده الاتنين دول هما الانتماء الحقيقي ليه. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يكون، انا بقول لحضرتك الاشياء اللي هي بين ايديا، ممكن يكون مفتاح زوج بنتك دلوقتي هم الاولاد،
ان هي تستخدم الاولاد كاحد الجواذب الى الانتماء الى الاسره. يعني ايه؟ مثلا تخلي الاولاد دايما يقبلوا على والدهم ويتعلقوا بيه، وواحده واحده هي تبتدي تدخل معاه وتتكلم معاه وتبتدي تقول له ان هي ممكن تتجاوز على كل اللي فات ده، ونبدأ صفحة جديدة هي وأولادها، لأن هي رافضة إن هي تعمل إن هي تتطلق، ومحدش طلب إن هي تتطلق. أنا مش ممكن أي حد أول ما يجيلي أقول له مهما كان وصف المشكلة بتاعته قبل ما أشوف المشكلة وأتصورها كلها، مش ممكن أقول له روح اتطلق. وعشان كده ببساطة خالص أنا بقول لحضرتك، إحنا عندنا من خلال كلام حضرتك إحنا عندنا ثلاث مفاتيح ممكن تستخدمهم. المفتاح الأول هو الأولاد، المفتاح الثاني هو مسألة تركه لبعض المعاصي اللي هي أنت قلت الخيانة ومعرفش إيه، فتركه لبعض المعاصي يعني أنه هو في الوقت ده قد يكون محتاج إلى زوجة، وهذه الزوجة تكون أقرب إليه وتكون محسسة بأنه هو مازال عنده أنثى تميل إليه. أدي واحد الحاجه ده الشكل الثاني. الحاجه الثالثه والمهمه ان هي ببساطه خالص ممكن تحسسه بان هي عايزه يبقى لها دور جديد في الحياه، ان هي عايزه تخرج مثلا تشتغل، فهو ساعتها هيبتدي ينتبه ان في حاجه تغير ما بيحصل في البيت، ساعتها هيبتدي ينتبه ان البيت دوت محتاج مزيد من الرعايه. الثلاث مفاتيح دول انا اظن ممكن يكون مفاتيح جيده ان شاء الله.